أول سؤال لإلك باسكال. نعم. باسكال أكيد كفنانة معجبينك كتار ما في شك، هل شي مرة ملحي منزعج من المعجبين المهووسين بباسكال مشعلاني؟ ليك تقلك قبل كان لا، بس هلا صار عم بينزعج لانه في ناس بيكونوا شوي عم بيزدوا، بس بالاجمال لا، يعني هو شوي اوبن وعايش مع كل الفترات الفنيه بس بالاجمال لا قلتي لي ايه يعني بالاجمال بدك تذوقي. بدي اشرب او بذوق البهار اللي بدك اياه، بس ليك اذا ما عاد غنيت حق عليك انا ما فرقه معي. باسكال شي مره قلتي لملحم هاللحن حلو، ليه ما اعطيتني اياه بدل ما تعطيه لفنان فلان؟ بدي اقول لك شيء لاول مره بدي اقول بالاجمال بسمع انا الحين يعني، وفي شيء يمكن ما بسمعه، بس سبحان الله اللحن اللي بيكون مش لإلك لو شو ما طلعتي ونزلتي ما بيكون لإلك، لانه ما في كل خيمه صوت او كذا، بالعكس انا لما اسمع بقول له مثلا هيدي يمكن خرج فلان، هيدي خرج فلان، ولا مره بس شي مره لمتي ابدا. لو حبنا غلطه كنت سمعتها انا للفنان وائل كفوري وكثير بحبها لهالغنيه، جربتها ما حسيت فيها، اكيد هيدي بعدنا كنا عم نحكي قديما يعني، ابدا بحس انه الفنان هو بينجح يعني، في شيء بيلبق لوائل لوائل، في شيء لباسكال لباسكال، في شيء لنجوى لنجوى، ماني ابدا ماني انا بحظي يعني، مو اني كل انسان بياخذ نصيبه ابدا صراحه. معك. شي مره ملحم نام على الصوفة بعد خناقه؟ لا ولا مره. بنام على الصوف بدي اشرح، انا هو اذا بحكي الحقيقه بدي اشرح. اكيد هو بقولي لا بتكذب، ما بدك تقولي لا يا حبيبي، شو عم تقولي لا انت عم صوتيني بالحيط بس تقولي لا، هو عم يشرب قولي ايه يا عمي ارحميني. ايه نام على الصوف اللي بتمي كله خال زيت زيتون ما في كله خال. بروح حبيبي ليك خد كاري كاري شوي كاري كاري ثلاث ايدي. نعم. شي مرة نبشتي بتليفون ملحم بلا ما هو يكون شايفك وعارف؟ ولا 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 بيعني ما ولا شربتيني شربت انت هلا ما رح تشربيها يعني، بدي اشربها انا يعني اشربيها انت هالمرة قولي نبشت شي مرة. طب باسكال انت بتقبلي بهيك جواب؟ انه ما يشتغل مع ولا فنان او فنانه بس يشتغل معي؟ بس لحظه بنكون غيرنا خطه الشغل. جاوبيني ايه او لا؟ شو بدي اقول لك؟ بنكون فتنا بليفل ثاني. جاوبيني ايه او لا؟ لا بدي اشرب انا. ايه 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 بردة بردة قولي ايه بردة بردة كله ايه قولي كله ايه 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 باسكال ايه لا بردة في مصداقيتك في ايماجتك بتدق كيف يعني؟ ايه بردة معلي برجع بشوف مثلا حدا تاني بحضر ايه ايه بردة بردة بردة. لا وين الغلط يعني؟ ايه وين الغلط؟ انت عم تقولي اذا فرضا يعني ما تغير ما تغير مثلا في فرضا هون وفي 100 فرضا لا لا هيدي عم نتابع الانترفيو عم نسال اسئله بس ضمن هاللعبه لا زبطت معنا هلا غلبناها كل جواب محسوب عليكم ملحم اصطفلوا. ملحم بشنخر كثير بالليل؟ كان 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 عم بدي اقول لا وايه ايه او لا ايه بشنخر شو بدك اشرب يعني لا اذا بتقولي ايه ما بت ما يعني هلا هو عن جد شو الجواب بشنخر او ما بشنخر يعني هو مين قبل ما يعمل لحميه هلا ما هيدي نص شط يعني اذا كان يعني انه ايه ولا لا طب يلا رح كمي تشيرز طب يا خيي قولوا لنا بس انا بدي اسالكم سؤال في حدا ما بشنخر منكم بالليل ولا وملحم شو مركب توربين الواحد منكم ليه في ايه ليش في كثير مين ما بشنخر بالليل انتم بتشنخروا كلكم شو قصدك باسكال؟ لا بتنام على وجهك انت لحظة بس شو قصدك باسكال بتشنخر؟ لا ما بحس انا هي لا ما أنا يا انا بنام قبل ما بحس ما يلا اشرب لا ولا لا ما بتشنخر ولا بالحيل؟ لا بالحيل؟ لا لا ما بتشنخر لا ايه لا انا مثل بسيند ايه ما لا لا ايه ما علي حبيبي كل هي طيبة يلا يلا بلا بلع ايه عم بدك بلع هاتو حبه تكرم عينك ما بتنبلع حبيبي عم تحكي عن جد هلا؟